الفريق قدم جهودات كبيرة ليكون في المستوى من الناحية التكتيكية، لكن ارتكبت بعض الأخطاء التقنية والفردية والتي تعود لقلة الاستعداد. وفي هذا المستوى من المنافسات فالنتائج تحسن بجزئيات صغيرة. أظن أن على الشعب المغربي أن يكون فخورا بهذا الفريق، لأنه بذل مجهودا كبيرا وأعطى كل ما في جعبته ليكون في مستوى الحدث. أنهى المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة على نحو غير جيد. فهزيمة أمام منتخب الكونغو برازافيل رمت بعناصر الوطني إلى الصف السادس، وهم الذين كانوا قد احتلوا المركز الرابع في النسخة السابقة بتطوان. المنتخب الكونغولي فاز بثلاث جولات مقابل جولة واحدة واحتل بالتالي الصف الخامس لأول مرة. فما هي يا ترى أسباب الهزيمة؟ نتحمل كل مسؤوليتنا. كان هدفنا هو الفوز بهذا اللقاء واحتلال المركز الخامس. ارتكبنا أخطاء على مستوى الخطوط. هذا اليوم لم نقدم الأحسن ولم نخطط للفوز باللقاء. وغدا يتم التعرف على المتوج بالنسخة 18 من بطولة إفريقيا في الكرة الطائرة بعد إجراء المباراة النهائية بين الكاميرون ومصر، وهم المنتخبان اللذان حجزا بطاقة المشاركة في بطولة العالم مع نهاية السنة الجارية باليابان.